مرة جربنا الشباب وخلوهن كلن بالخرج واكلوهن هم الشباب، شلون بالله؟ والله أنا أحكي لك يعني بصراحة يصير ضغط علي من ربعنا أنه نشترك بالانتخابات. بصراحة أقول لك أنا ما أقتنع بالانتخابات، لأن إحنا ما ردنا المحافظ ينتخب من قبل مجلس محافظة، وما وردنا تعديلات بالقوانين الانتخابات ما استجيب لها، لأن الناس يريد يعبر بالسكن لرقي هاي ما يريد شيء، ما يريد مسائل بناءة بالانتخابات، يفكر شلون يطلع هو، شلون حصل فلوس، شلون يسرق، هذا ايش تفكيره. زين، فلهذا يعني بس ولكن استجاما مع او استسلاما لهذا الضغط من ربعنا مباشره المباشرين يعني نميل الى انه نشترك بالانتخابات، بس بعقليه جديده وباسلوب جديد. يعني بكل محافظة نسوي تجمع، أي يعني مو تجمع على صعيد العراق بس باسم الوطنية على الأغلب. يعني شنو تجمع؟ تجمع ناس قائمة أي تعكس تجمع عراقي حقيقي. زين، فبدينا نسوي بالموصل الآن، رأب صلاح الدين دا نسوي، بالسماوة دا نسوي، وأنا أستغرب يعني الآن أكو تهافت على هذا الموضوع من قبل الإخوان العراقيين، يعني طلبات غير محصورة. متفاجئ بها؟ متفاجئ بها. تعتقد أنه الآن أكو بداية لتشكل وعي جماهيري؟ أنا لا أعتقد هيك، وهذا كان كلام يعني أنا بالنسبة لي تنوير أنه الشعب العراقي وصل مستوى يفكر بحقيقة ما يجب أن يحصل. من يقول لي نريد مرجعية إحنا وطنية مدنية نظيفة، هذا كلام يعني ما يريد مرجعية دينية. هذا الشعار من 2010 طرحوا الشباب ودفعوا عليه دماء بالتظاهرات اللي ابتدت من 2010. هسه بدأت تسكل مؤسسات بهالشيء هذا. زين، واللي عجب بالمؤسسات المشكلة غير متنافسة، يعني يريدون واحد يكمل الآخر. أنت الآن جمهورك من الشباب، جمهورك الآن اللي يندفع باتجاهك الآن هو من الشباب؟ شباب يعني مشترط أساسا أنه إحنا هذا مسألة الأقليات لازم تنلغي، مسألة الكوتا تنلغي، ويحصل المرأة والشباب بحدود 40% نسبة من المؤسسات. شلون نتغير؟ شلون ندفع الأمور إلى الأمام؟ مساهمة المرأة بمساهمة حقيقية، مو تجي أمها من ويا فلان جهة وفلان جهة ويكون عندها قدرة على التغيير. والشباب أيضا يعني شباب يعني ما دون 40-45 سنة هذا يعتبر شاب، هذا ولا لازم يشاهمون بالعمل السياسي ويكون لهم نصيب لا يقل عن 40%. أما مرات جربنا الشباب وخلوهن كلن بالخرج وأكلوهن هم الشباب، شلون بالله؟ ما يخالف، خلي إذا أكلونا على الطريقة المناسبة. ما الشباب لا خلوا السكلة ولا خلوا الرقي، أخذون اثنين. اثنين أخذوها إيه. ما يخالف، نقبل والله. أنا إذا الشباب اللي إذا أشوفه إذا اختلط بيهم الجدد يعني اللي مندفعين بالعمل السياسي بهذا المستوى، أنا والله مستعد أسلم رقبتي لهم. زين.